حقيقة بنستهدف جميع الأطفال، الأطفال في اللي هم من المجتمعات النازحة والأطفال النازحين، وكذلك الأطفال من المجتمع المستضيف، وخاصة أو بنبدأ اعتبار خاص بالنسبة لأطفال ذوي الإعاقة. الحاجة الكويسة في التعليم الإلكتروني أو حاجة دي عجبتني أنا شديد كميسرة، إنه هم أثناء ما بيتعلموا بيلعبوا، عكس المدارس زمان تعليم فقط مع امتحانات بسيطة على أساس إنه هم يتحمسوا في التعليم. أنا بتمنى أنا كميسرة أو كنازحة انتقلت من الخرطوم لكسلة لولاية كسلة، بتمنى أنه أطفال السودان كلهم يرجعوا بيوتهم وينشأوا في بيئة آمنة في أسرهم، ويتلقوا تعليم آمن وعلى أساس أنه هم يمضوا قدما في لمستقبلهم، وكل واحد يحقق أمنيته